لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أبو داود رحمه الله، كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة. عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا. يتكلم زي أهل نجد كده وغيرها من البلاد الصحراوية، يتكلموا بسرعة وبلهجة غير اللهجة الحضرية، فالصحابة رضي الله عنهم مش فاهمين هو بيقول ايه من كتر صوته، ما هو عالي دوي الصوت، يتكلم كتير بسرعة ولا يفقه ما يقول حتى دنا. فإذا هو يسأل عن الإسلام، لما اقترب وصوته بدأ يتضح فعرفوا الايه المقصود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. سبق هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وسبق شرحه فيهما. قال الخطابي: فيه دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب، وجوب حتم، يعني خلافا للحنفية، وده الصحيح. ولو كان فرضا مفروضا لكانت الصلاة 6 لـ5. يعني أبو حنيفة يقول الوتر واجب وليس بفرض، لكن هذا على التقسيم الاصطلاحي الذي فرق به بين الفرض والواجب، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره ولا يعاقب تاركه بالنار، ولكن بغير النار كالحرمان من الشفاعة. هذا كله تقسيم حادث ولا دليل عليه. وفيه بيان أن فرض الصلاة، أن فرض صلاة الليل منسوخ، أن قيام الليل الذي كان واجبا في أول الإسلام، قوم الليل إلا قليلا، منسوخ وجوبه وبقي استحبابه. وفيه دليل على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان. ليه؟ لأنها أحد الصلاة الخمس، يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة فيه 5 صلوات، إحداهما الجمعة، وليست أنها بديلا عن الظهر. لكن من فاتته ركعة من الجمعة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمره الصحابة على الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، أن يصليها ظهرا. من أدرك ركعة مع الإمام فليضف من الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصليها ظهرا أو فليصليها 4. هذا دليل على أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وأن من فاتته الجمعة وجب بدلا منها الظهر، فالظهر هو البدل. ولذلك لا يصح من يقول، قول من يقول أن الخطبة بدلا من ركعتين، كل ده لأنه هو الظهر عنده هو الأصل والجمعة بدل. لا، احنا عندنا الجمعة أصل في يوم الجمعة، ولذا قلنا بوجوب الجمعة حتى لو أغلقت المساجد. ومن يزعم أن ذلك يعني جائز لمجموع أهل البلد أن يتركوا الجمعة فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وخالف إجماع المسلمين المسبوق. حتى لو لم يصلوا جمعة في المساجد لعجزهم عن المساجد، وأمكنهم أن يصلوها في بيوتهم، فهي أصل ذلك اليوم. لكن طبعا هذا بتأويل، بنوع تأويل، غفر الله لمن قاله وهداهم الله. قال: وفيه دليل على أن صلاة العيد نافلة، وهو الصحيح، لأن يوم العيد من ضمن الأيام،
كل يوم وليلة، في اليوم والليلة. اليوم والليلة ده عموم، ليه؟ عشان الألف واللام. هذا دل على أن كل يوم وليلة كذلك. فيوم العيد ده مش من ضمن العموم ده، يبقى ازاي نقول ان هو اليوم ده وجبت فيه صلاة ايه؟ سادسة. هيقول لا، دي فرض كفاية. هنقول له ما هؤلاء الكفاية وجب عليهم ايه؟ صلاة سادسة، الذين قامت بهم الكفاية. مع ان المشروع في العيد ليس انه يقوم به البعض، بل المشروع ان يخرج اليه من يصلي ومن لا يصلي. تخرج اليه العواتق والحيض وتعتزل الحيض المصلى. فلذلك هذا الصحيح ان صلاة العيد نافلة، سنة مؤكدة، وليست فرض كفاية ولا فرض عين. ولما يقول لا دي وجد بسبب، هو ده يوم من الايام دخل فيه، دخل في العموم، هل علي غيرها؟ كل يوم يعني. طب لو انت قلت فرض كفاية وهذا الرجل موجود هو وواحد، اذا قلت ان الجماعة واجبة فيها، او موجود هو بنفسه فقط في مكان، او هو وعدد محدود في بلد ما، نقول لهم انتوا عليكم تصلوا عيد فرضا، يبقى هذا الرجل وجبت عليه صلاة سادسة. وهذا خلاف الحديث. كان أبو سعيد الاستخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فروض الكفاية، وعامة أهل العلم على أنها نافلة، وهذا هو الصواب. أنا بقول الكلام ده واستعنى فيه لأن من أهل العلم المعاصرين من يجعل صلاة العيد، هذا القول الشاذ يعني، يجعله هو المعتمد، أو نقول هذا القول الضعيف. في الرواية الأخرى قال أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. خلاصة الكلام، هذا أيضا ثابت في الصحيح، أن هذا لا يقصد منه اليمين، لا يقصد منه القسم كلاغو اليمين المعفو عنه، وإنما يقصد به تأكيد الكلام على عادة العرب في ذلك، أسماء أو صيغ نقلتها العرب عن أصل معناها إلى معنى آخر، كثكلتك أمك، ويحك، ويلك، تربت يداك، تربت يمينه، كلها ربما أصلها معنى شديد، يعني أصلها التصقت يداه بالأرض فقرا، لكن صارت في معنى الحث والترغيب الشديد، وكأنهم رأوها ولو حصل لك ذلك، أو ثكلتك أمك يعني مت. والرسول لم يقصد أن يموت معاذ أو أن تفقده أمه حتى تكون ثكلة، وإنما قصد ذلك تنبيهه. فكذلك أفلح وأبيه ولعمري ونحو ذلك، قصدوا به التأكيد للكلام، ولا يقصدون الحلف بحياة أنفسهم ولا بذوات آبائهم أو غيرها، فلا يحتج بهذا على جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التعظيم له مشروع. لأن هذه الكلمة لو قيلت على سبيل الحلف، زي واحد يحلف بشرف أبيه، يقول لك بشرف أبويا، وحياة أبويا، وحياة أمي، يعظمهم بذلك، ويبقى ده قسم عنده كبير قوي. لا، يقعد يحلف ويقول والله العظيم وحياة ولادي، يروح جايب حلف وحياة ولاده أشد ربما عنده من إيه، لأنه هو كده. فهذا القسم غير جائز بحال من الأحوال. لكن اللي مش مقصود بالقسم يبقى كذلك، زي والنبي الساعة كام، وإن كنا ننهى عنه من باب إيه؟ سد الذريعة. لكن إذا لم يقصدونه فهو ليس من باب الشرك.
لان هو النبي استعكم دي والنبي تناولني البتاعة دي، مش قصدهم نهائيا الايه القسم. صحيح، لفظ يخرب بيتك كده احيانا، بس احنا عندنا ان الكلام ده ما ينفعش، انه قد يصادف ساعة اجابة. هو غير قصد للدعاء فعلا. زي ثكلات كومه، انك يخرب بيت وعمل ايه ده، ساعات يقولها على باب الايه المدح له، المدح له، يا يخرب بيت فلان شفت عمل ايه. بالك هو دي مش مقصودها الدعاء عليه اللي ملوش قصد يعني، بس احنا بنقول نمنع ألسنتنا مما قد يقع بقصد منا في اوقات اخرى اذا تعودنا عليها. باب في المواقيت. ها، ان صدق يعني ان وفى بالصلوات الخمس وبصوم رمضان، ولانه قال لا ازيد على هذا ولا انقص، فان صدق في انه لا ينقص فهو ايه، فهو يدخل الجنة لأول وهلة. إذن هذا دليل على أن تارك النوافل ولو ترك السنة المؤكدة لا يأثم، خلافا لمذاهب كثيرة تقول إذا واظب على الترك أثم. هنقول له أنت هتوجب عليه عشان ما يأثمش أنه يصليها أحيانا، مش كده؟ طب اليوم اللي هو أنت ألزمته فيه ده مش داخل في العموم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، داخل في كل يوم وليلة. فلذلك صحيح مكروه أن يفرط، لكن لا ينبغي أن يقال ذلك على سبيل الإلزام. قال باب في المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت بين هذين الوقتين. ربما ذكر حين أفطر الصائم لأن هذا صار مشهورا جدا عندهم، يعني صوم رمضان من أشهر الأشياء لأنه هو صلى به عند البيت، يبقى هذا كان قبل أن يفرض إيه صوم رمضان. ولكن كما ذكرنا لأن هذا كان الرسول حدثهم بذلك، ده ابن عباس اللي بيقول، أو ربما يكون رواه عن غيره، لكن المقصود أن هذا عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم متى يفطر الصائم ومتى إيه يحرم الطعام والشراب، فصار هذا مشهورا أي عند ظهور الفجر الصادق إنه يحرم الطعام والشراب. قال أو الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وله متابعة أيضا عند عبد الرزاق. عند البيت أي الكعبة. وعند الطحوي قال عند باب البيت مرتين أي في يومين، ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها زي ما أقول هنا، فلما كان من الغد
فلما كان الغد صلى به صلى معي، صلى به إماما على الظهر، وكانت أي الشمس المراد منها الفيء أي الظل الراجع من النقصان إلى الزيادة، وهو بعد الزوال مثل شراك النعل. الظاهر أن هذا كان في وقت كانت الشمس متعامدة فيه على الكعبة. الشراك ده سير النعل، يعني حاجة طولها قد إيه، سنتي أو 2 سنتي، شراك النعل السير بتاعه. فساعة الزوال بالضبط لا يكون للشيء ظل. في البلاد التي تتعامد فيها الشمس على الأرض، على الأشياء تتعامد فيها. الكلام ده مثلا يوم 21 يونيو هيبقى عند مدار السرطان الشمس متعامدة، هي مكة تحت مدار السرطان وفوق أو يعني خط الاستواء، فبقى في مسافة طويلة فيها الجزء فيها الظل فيها لا يكاد يظهر في فصل الصيف عند الزوال، فيكون أول ظل مثل الشراك، يعني يظهر خلال دقيقة أو دقيقتين. على فكرة صلاة الظهر محسوبة على وقت الزوال، وقت انتصاف النهار، يعني وقت المفروض يبقى بداية تحول الظل من الزيادة إلى النقصان. أول ما الشمس تطلع الظل بيبقى إيه؟ بيبقى طويل جدا أو يعني أطول شيء، والظل بيتناقص كل ما الشمس تطلع، الظل يتناقص من جهة المغرب من جهة الغرب، الظل من جهة الغرب والشمس بتطلع كده، والمغرب والظل يتناقص لغاية ما الشمس تبقى كده، هيبقى الظل ده أنقص ظل. عندنا احنا اللي فوق مدار السرطان وكذا اللي تحت مدار الجدي عمر ما هيبقى فيه، مفيش ظل في الزوال، لا هيظل فيه ظل الزوال، بس ايه ده الظل ده، ده أنقص ظل، أقل ظل. اللي بعديها على طول يبدأ الظل كده، هيبقى بالنسبة لنا احنا هيبقى في اتجاه الشمال، الشمس تيجي من الناحية دي يعني تبقى بتدور في هذا الجانب من السماء، والظل بيبقى في اتجاه الشمال عند الزوال عند الظهر. الزوال دي اللي أول لحظة يبدأ يزيد فيها سنتي، السنتي تاخد دقيقة أو دقيقتين، يعني بعد إيه، بعد ما ينتهي الأذان تقريبا. عشان كده ما حدش يصلي إلا بعد الأذان في الظهر، يعني الناس اللي تبقى مستعجلة والقطر راح يفوت، لازم تستنى الإيه، الأذان يخلص عشان يبقى عند بعد الزوال، أو عند الزوال. يعني إيه هو ألف صلاة بيضر حين زالت، زالت يعني زالت عن منتصف السماء، يتحركت وهي في منتصف السماء بالضبط، هي دي إيه وقت الكراهة اللي ما فيش ظل، حين يستقل الرمح الظل بالرمح. يعني إيه، أدي الظل أهو كده استقل بيه الظل، يعني الظل بقى في الرمح نفسه، ما فيش حاجة على الأرض، لكن بالنسبة لنا احنا هيبقى اقصر ظل. عشان كده لازم نقول في كل البلاد اللي هي شمال مدار الجدي وجنوب مدار شمال مدار السرطان وجنوب مدار الجدي سوى ظل الزوال، وحتى في البلاد اللي بينهم بيبقى سوى ظل الزوال، دي حاجة معروفة مقررة. الزوال هو بالضبط أول ما تبدأ تزول الشمس عن كبد السماء، عن منتصف السماء يبدأ الظل يتحرك، هو الظل يبقى في اتجاه الغرب في أول النهار، يوصل إلى اتجاه الشمال بالنسبة لبلادنا احنا في وسط النهار، يبدأ يتحرك في اتجاه الشرق عند أول حركة عند زوال الشمس. فيعني لو حسبنا الظهر 12:58 دي محسوبة بالضبط كعملية حسابية نصف المسافة بين المغرب بين الشروق والغروب، فيبقى هو الدقيقة التي تليها
عشان يبقى مثل الشراك. طيب بالنسبة لنا احنا هنقول اول زيادة في الظل بعد ايه؟ عدا ظل الزوال. بعد يفضل يتناقص لغايه ما يوصل، مش هيوصل للصفر، هيوصل للصفر عند البلاد التي تتعامد فيها الشمس. هي بتتعامد في يوم واحد بالظبط بالظبط، بس في ايام تانية بتبقى ثواني فمش هتشاهد. فعشان كده مكة في الغالب ومعظم البلاد اللي ما بين الخطين الظل فيها صغير عند الزوال. وكانت قدر الشراك، قال ابن الأثير الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهه، وقدره ها هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وحينئذ بمكة هذا القدر. والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتباين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار اللي هو في الصيف يعني واستوت الشمس فوق الكعبة لم يرى بشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء، ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال أي والجنوب أيضا يكون الظل أطول. بس اللي في الجنوب هيبقوا في العكس، يعني استراليا والحكاية دي الظل ساعة الزوال هيبقى في اتجاه الجنوب، جنوب أفريقيا الظل ساعة الزوال هيبقى في اتجاه الايه؟ الجنوب. احنا الظل ساعة الزوال في اتجاه الشمال، يعني هما اللي يروح نصف الكرة الأرضي هيلاقي الشمس بتمشي في الناحية دي، بتلف كده تطلع كده كده، احنا عندنا بتلف تطلع كده من الجهة الايه؟ الجنوبية. يعني لو القبة السماء مقسومة اتنين هنلاقي ان الشمس بتتحرك في النصف الجنوبي لجهة الجنوب، ده بالنسبة لنا احنا، هما هيبقى في اتجاه الشمال. صعب الكلام ده؟ عايزة بس بعض التأمل، واللي يخلي الواحد يعرف الاتجاهات واوقات يعني اتجاهات القبلة وكده هيعرف ان يعرف المكان اللي هو فيه، ويعرف ان الشمس عند الزوال لما يلاقي الظل بدأ يطول يبقى ده اتجاه الايه؟ الشمال. يوم يحسب بقى القبلة اتجاه جنوب الشرق. قال والمراد منه وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال، حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وفي رواية حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، وهو عطف تفسير قوله حين غاب الشفق أي الأحمر على الأشهر. قال ابن الأثير الشفق من الأضداد، يقع الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة. وفي أحاديث صحيحة في أنه الشفق الأحمر. تأتي إن شاء الله. هو في اشتراك لغوي في ذلك، اشتراك لفظي، فعشان كده اختلف أبو حنيفة والشافعي. أبو حنيفة احتج ببعض الروايات هتأتي، لأنه قال فيها حين يسود الأفق، فده يحتج به لأبي حنيفة. ها؟ وقت العشاء ده حياتي تفصيلا ان شاء الله.
الخلاصة إن وقت غياب الشفق هاي الأحمر، غياب الشفق الأحمر ده يحسب عند زاوية تقريبا 14 وبعد الثواني، زاوية 14 تحت الأفق. اللي عنده برنامج مسلم برو يطلع له الزاوية زي ما هو عايز. البحث اللي عملته اللي عمله معهد الفلك، المعهد القومي للفلك أبحاث الشمس في موضوع وقت الفجر، والصور اللي هم نشروها في البحث ده تدل أنهم حسبوا وقت الفجر على الشفق الأحمر، على ظهور الشفق الأحمر، وده اللي طلع. عشان كده حوالي 35 دقيقة بعد أذان النتيجة، بخلاف اللي احنا بنحسبه 16 ونص أو 17 حتى، يعني هو ده بينهما يقع، وعلى يعني من 17 ونص ل 16 ونص الفجر الصادق يطلع على تفاوت درجة إضاءة السماء. فبيفرق عن الوقت المحسوب في النتيجة في العشاء، وده مهم قوي عشان النساء ما تأخرش صلاة العشاء إلى هذا الوقت، يفرق في الوقت اللي احنا فيه حوالي تلت ساعة، يعني هنقول من ربع لتلت ساعة. هذا آخر وقت المغرب على مذهب الشافعي وهو الصحيح. قبل ميعاد النتيجة نقول على الأقل بربع ساعة، حدش يأخر المغرب. هو طبعا ما بنغيرش، ليه احنا ما بنغيرش؟ لأن وقت العشاء بيكون دخل بالفعل، وقت العشاء محسوب عندنا على زاوية 17 ونص تحت الأفق. في الشتاء هينقص شوية، احنا دلوقتي في الصيف تقريبا هيبقى التلت ساعة دي تبقى مثلا ممكن توصل لربع ساعة. فالاحتياط ان الواحد يصلي المغرب والسنة قبل هذا التوقيت علشان ما يبقاش دخل في الخلاف. هي المسألة دي خلاف سائغ واجتهاد بين الشافعية والحنفية، نعم، لأن كل الروايات فيها الشفق إلا روايات قليلة فيها الشفق الايه؟ الأحمر. قال: وحين حرم الطعام والشراب على الصائم، يعني أول طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني هو الفجر الصادق المستعرض في الأفق اللي احنا قلنا بنحسبه احنا على 16 ونص، ربما يطلع الفجر عند 17، يعني قبل التوقيت الذي نحسبه بدقيقتين. واحيانا ثلاث دقائق، او احيانا يكون 17 ونص، ده بدري قوي قوي قبل التوقيت الذي نحسبه ب يعني اربع دقائق الى ست دقائق. جيبوا البرنامج وتعملوه، احسبوا ازاي جيب البرنامج. انا 16 ونص ده هو الذي يحتاط عنده، لكن الاكل والشرب للصيام يحتاط على 18 17 ونص. مش دقايق، دي درجات، درجات الشمس تحت الافق. تجيب البرنامج وقعد احسب الفجر على التوقيت ده كام والفجر على التوقيت ده كام. اسمه مسلم برو، وبيغير لك الزاوية، اختار زاوية مخصصة وشوف، وجيب زاوية مخصصة دي هتلاقي عندك بيطلع لك الزاوية ويحددها زي ما انت عايز. 16 ونص هو الوقت الذي هو احوط للصلاة. احوط للصلاة، اما بالنسبة للصيام فالاحوط 18 او 17 ونص على الاكثر. يقول: لقوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فلما كان الغد، اي في اليوم الثاني، حين كان ظل مثله، مثل جبريل يعني، أي قريب منه، أي من غير الفيء،
يعني من غير ظل الزوال. يعني لو ظل الزوال في بلادنا للمتر، للشيء اللي طوله متر 5 سنتي، يبقى وقت العصر عندما يصبح هذا الشيء ايه؟ طوله 105. لو في تركيا هيبقى ظل الزوال ده 10 سنتي، لانه هو كل ما تطلع فوق ظل الزوال، كل ما تبتعد عن خط الاستواء او تبتعد عن مدار السرطان، لان مدار السرطان كمان 21 يوم مدار السرطان، الشمس هتتعامد على مدار السرطان. فكل ما تبعد فوق شمالا كل ما الظل بايه بيطول عند الزوال. فلو كان مثلا في تركيا مثلا ولا في المانيا مثلا ان المسافه ان ظل المتر لو عصايه طولها متر وظلها ساعتها كانت 10 سنتي، يبقى العصر عند متر و10 سنتي. طبعا التطبيقات الموجوده كلها وقت صلاه العصر صحيح ولا يختلف. قال أي قريبا منه، أي من غير الفي. قريبا منه يعني قريب من مثله، هو مش قريبا هو محددا. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. قلنا في مكة ليه كده؟ لأن ده كان قريب في الصيف مثلا، فكان ذلك إيه ظل الزوال صفر، وده في مكة بيحصل مدة طويلة. هو الشمس تعمدت على الكعبة من مدة قريبة، من عدة من كذا أسبوع أو أسبوعين ولا حاجة. وفي رواية للترمذي حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، أي فرغ من الظهر حين كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. يعني الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه بيقول ما فيش وقت مشترك. فيفسر الحديث ده إزاي؟ هو بيقول صلى العصر في اليوم الأول حين كان ظله مثله، فلما كان من الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. ظاهر الحديث ده إنه إيه؟ ان في وقت مشترك ينفع للظهر وينفع للعصر، 4 ركعات من اول وقت العصر، ويبقى اخر وقت الظهر ممتد لما يتسع ال4 ركعات. والشافعي بيقول انه بينتهي من الصلاة حين كان ظل كل شيء ايه مثله، مش بدأ بالصلاة. ليه كده؟ عشان حديث وقت الصلاة ما لم تحضر التي تليها، والكلام ده في كل الصلوات عدا الفجر بالإجماع، لأن الفجر وقتها لغاية إيه؟ شروق الشمس وليس الظهر بالإجماع. قال وبه، قال الشافعي وبه يعني بهذا التفسير للحديث، أي فرغ من الظهر، يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة، ويدل له خبر مسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ما لم، يبقى إذا حضر العصر فليس وقتا لإيه؟ للظهر، مفهوم المخالفة، وده أقرب. قوله في العشاء صلى بها العشاء إلى ثلث الليل في اليوم التالي، يعني قال ابن حجر المكي ينبغي أن يكون إلى بمعنى مع، ويؤيد الرواية الأخرى ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل. برضه هتبقى هنا إلى في آخر الوقت ولا في نصه، ولا قصدي في انتهائه، يعني صلى العشاء لغاية ما خلص على ثلث الليل، ولا بدأ الصلاة عند ثلث الليل. هو ابن حجر المكي بيقول عندما بدأ ثلث الليل. اليوم الأول حين غاب الشفق، واليوم الثاني حين إيه؟ حين مضى ثلث الليل. يقول أو إلى بمعنى مع،
بمعنى فيه نحو قولي لا أجمعنكم إلى يوم القيامة يعني فيه. طبعا المسألة دي مختلف فيها برضو أن آخر وقت العشاء نصف الليل كما في الرواية الصحيحة الآتية ولا إلى الثلث، فيبقى ده وقت الاختيار الأول، ثلث الليل ده وقت الاختيار ومتد إلى إيه؟ إلى نصف الليل. في الصبح فأسفر أي أضاء أو دخل في وقت الإسفار. قال الشيخ ولي الدين الظاهر عود الضمير إلى جبرائيل، معناه أسفر أي دخل في السفر أو في السفر، هو بياض النهار في السفر، ويحتمل عوده إلى الصبح أي أسفر الصبح في وقت صلاتي، أو إلى الموضع أي أسفر الموضع في وقت صلاتي. ويوافق رواية الترمذي ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. والوقت أي السمح الذي لا حرج فيه ما بين في أو في رواية فيما بين هذين الوقتين، فيجوز الصلاة في أوله ووسطه وآخره. قال الخطابي اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره فقالت به طائفة، وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر. فممن قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها مالك وسفيان والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صلى إذا صار الظل قامتين. قامتين يعني هو ذا ظل الشيء مثليه. قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه آخر وقت الظهر أول وقت العصر. واحتج بما في الرواية الآتية أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول. وقد نسب هذا القول إلى محمد بن جرير الطبري وإلى مالك بن أنس أيضا، وقال لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما. قال الخطابي إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول، وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وآخرها دون عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها. ألا ترى أنه يقول في آخره والوقت فيما بين هذين الوقتين، فلو كان الأمر على ما قدره هؤلاء لجاء من ذلك الإشكال في أمر الأوقات. يعني أقول أربع ركعات قد إيه، وأنا أكون أصلي ركعتين في ساعة وأربعة في ساعتين، يبقى هتبقى الأمر مش محدد. هيقول لا ده أربعة خفيفة، لا أربعة طويلة، لا أربعة متوسطة، يبقى مفوش تحديد. قال وقد اختلفوا في أول وقت العصر. قال بظاهر الحديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، وخالفه صاحباه واختلفوا في آخر وقت العصر. فقال الشافعي آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا ضرورة على ظاهر هذا الحديث. فأما أصحاب الأعضاء العذر والضرورات زي الحائض تطهر فآخر وقتها لهم غروب الشمس. قال أبو سفيان وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ويكون باقيا ما لم تصفر الشمس، وعن الأوزاعي نحو ذلك، وهو ده الصحيح لأن حديث العون متأخر. وقت الاختيار في صلاة العصر إلى أن يكون ظل الشيء إلى أن يكون مثله، وظل الشيء مثليه ده وقت فضيلة، إصفرار الشمس وقت جواز، غروب الشمس وقت ضرورة. وقال أما المغرب فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها. فقال مالك والشافعي والأوزاعي لا وقت للمغرب إلا وقت واحد غروب الشمس ثلاث ركعات، بعد كده
المغرب راحت، اللي الناس بتسميه المغرب ايه؟ غريب. ومن هنا تركوا سنة صلاة ركعتين قبل المغرب. وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، هذا هو الصحيح أو الصواب، هذا أصح القولين. أما الشفق فقال الطائفة والحمرة، وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاووس، وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن أبي هريرة أنه قال الشفق البياض، وعن عمر بن عبد العزيز مثله، وإليه ذهب أبو حنيفة والأوزاعي. وقد حكي عن الفراء أنه قال الشفق الحمرة، قال أبو العباس الشفق البياض، قال بعضهم الشفق اسم للحمرة والبياض معا اسم مشترك، إلا أنه يطلق في أحمر ليس بقائم، وأبيض ليس بناصر، ليس بإيه؟ بقاني، وأبيض ليس بناصر، وإنما يعرف المراد منه بالأدلة لا بنفس الاسم، كالقرء الذي يقع اسمه على الحيض والطهر معا. هو مش للدرجة دي طبعا، لأن هو الاثنين داخلين في بعض، لكن القرء والحيض ضد الطهر والحيض ضد بعض. أما آخر وقت العشاء فعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق آخر وقتها نصف الليل. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر، وإليه ذهب عطاء وطاووس وعكرمة. الصحيح أن وقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر لأثر ابن عباس. قال وأما آخر وقت الفجر فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له. وقال من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفوته الصبح، وهذا في أصحاب العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد وإسحاق من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك الصبح، فجعلوه مدركا للصلاة. وقال أصحاب الرأي من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت عليه صلاته. الصحيح أنه أضاف إليها أخرى وصحت صلاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.